نرجع مثل ما وعدتكم لحتى نتابع فقراتنا، كمان عندنا محطة تانية مع مايا ولادي بالدنيا وأكيد مع اتصالاتكم. أسئلة أسئلة وأكيد يلي بحب يتصل فينا بشكل مباشر هلا على الهواء. يلا أكيد في عنا سؤال بيقول: أنا اسمي رانيا، ابني عمره 12 سنة وذكي كتير مثل ما كانت عم تحكي مايا، بس عنده صعوبات تعلمية وما بيقدر يحفظ، ذاكرته ضعيفة وهذا الشيء كتير زعجه. هلا الصعوبات التعلمية نحن ما فينا نتركها بلا ما نعالجها، يعني خاصة انه كل شيء له علاج صار هلا 100%، يعني خاصة انه هي عم تذكر لنا، يعني هي ذكرت لنا صعوبات تعلمية، ذكرت هيدي العبارة، فإذا ما بعرف إذا أنت ملاحظة أنه عنده صعوبات تعلمية أو تم تشخيص الصعوبات التعلمية، بس بكل الأحوال الهيئة أنه بفتكر في تشخيص معين لأنه كتير مركزة على الذاكرة، أنه ما بيقدر يحفظ، ذاكرته ضعيفة. يعني إذا نحن أول شيء أول خطوة بدنا نحدد المشكلة. صعوبات تعلمية كلمة كتير كبيرة، ممكن تكون مشكلة بالتركيز بشكل عام، ممكن تكون مشكلة بالذاكرة، ممكن تكون مشكلة بالفهم، ممكن تكون مشكلة باللوجيكومات بالمنطق، في مشاكل مختلفة. أول خطوة تحديد المشكلة من خلال اختبار معين، وبعدين الخطوة الثانية نبلش نشوف مين بده يشتغل على هالمشكلة معه، لأنه إجمالا الأشخاص المختصين بالعمل على الصعوبات التعلمية هن المعالجين اللغويين، يلي هن عندهم كمان بنفس الوقت اختصاص بخولهم إنه هن يشتغلوا على الصعوبات التعلمية. وأنا بقول لها شغلة رانيا، المشاكل الذاكرة عن جد اليوم عند الأولاد صارت من المشاكل الشائعة، وصارت من المشاكل اللي بنفس الوقت سهل التعاطي معه وسهل علاجه، يعني ما بقى في شيء نحن صعب نعالجه عند الولد، بس أكيد بدنا نواظب على العلاج. في تمارين معينة بتنعطى حتى بالبيت، نعملها ميمو جيمز أوقات، يعني ألعاب معينة لتنشيط الذاكرة. فإذا هول الخطوات اللي قلت لك عنهم هن اللي المفروض ينعملوا. أي أكيد. خلينا ناخذ اتصال. يلا ألو. الو صباح الخير. بونجور بليسي. بونجور مايا، تفضلي. يلا اوكي. مايا سؤالي عن بنت صغيره عمرها 7 سنين ونص. وي هي عندها مش انه فرط حركي، بس انه يعني حركه زياده عن اللزوم، بتمشي بتتفركش، ما بتطلع قدامها، وبنفس الوقت بالصف كثير بتستحي، فبحس في تناقض، يعني من ميلة بتستحي كتير وهذا الشيء ما عم بخليها تعمل أصحاب بالصف بمدرستها، ومن ميلة نحن بنضلنا نقلها إنه بليز اهدي، بليز روقي، ستوب بين كلامزي، بلاي نايسلي. فما بعرف إذا نحن مثل ما قلت الستريس على هيدي النقطة بخليها بيعمل لها عقدة إنه أنا ما بعرف امشي، انا بتفركش، يعني حتى بتكون عم تعمل جيمناستكس تخبط اللي قدامها بلا ما تحس، بتعبتك، بتحسي انه يعني اللانكس تبعولك حيطلعوا من محلهم. اوكي. فعندها هيك يعني، وبنفس الوقت حنونه وكثير كريمه وعاطفيه، فبحس في تناقض بشخصيتها، ما عارفه كل مشكله كيف بدي حلها، او يعني الشاينس ما عارفه كيف بدي حلها، حركتها الزايده ما عارفه كيف بدي اضبط لها بطريقه ما تاثر سلبا على نفسيتها. شوفي هلا اللي عم بتقوليه ما له علاقه على ما يبدو بفرط النشاط كفرط نشاط، يعني هلا هون انا بدي افهم منك هي عشوائيه الحركه ولا هي بتعذب بالبيت بشكل انه عيني بدها تضل عليها لانه بتخرب، لانه بتعربش بتوقع، لانه هي عم بتعربش، لانه هي ما عم بتحط حدود لحركتها، هي عم تعمل الاشياء الممنوعه عنها، لان هون الموضوعين مختلفين. هل لانه هي بتعربش وبتتشيطن والى اخره مشان هيك هي بتضلها توقع، ولا لانه هي عشوائيه الحركه، يعني بتحسيها مش قاشعه قدامها، بتضرب هيدا بكوعها هي وماشيه، بتفوت بالباب هي وماشيه، لان الموضوعين بيختلفوا. اوكي. لا هي عندها تنطنط، عندها حركه، عندها يعني ما بتمشي، بتضلها هيك اذا واقفه بالصف بتضلها عم بتنط بمحلها، عند من هلا عم تتحسن مع الوقت. هي وصغيره كانت كثير تعربش وتوقع وهيك، لانه عمرها سبع سنين ونص، يعني عم بتصير اروى، بس الحركه تبعيتها ناتجه ايه عن يعني تعفرت اكثر ما انه بس والله ماشي عادي وقعت، لا في عفرتي بالموضوع، عشان هيك عم توقع، عم تنتبه بتخبط اللي قدامها،
يعني هذا السبب. اوكي، هذا موضوع كثير كان مهم نوضحه، لانه في تعسر حركه معين او عسر حركه معين اوقات يشخص، يلي هو الولد هو بيكون بالفعل ناتج عن وظائف دماغيه عنده اياها وما قادر انه يتحكم بحركته، بس على ما يبدو انه الهيئه انه الامور ناتجه كمان عن قله انضباط نوعا ما. شوفي هلا حتى بظل كل هالاعراض اللي عم تقولي لي عنها ما بنقدر نشخص فرط نشاط بهالسهوله، وخلينا نوضح انه اصلا العمر اللي نحن قدامه هلا 7 سنين 7 سنين ونص، نحن اصلا هلا مش هلا بنشخص فرط النشاط، بيتشخص قبل. يعني كان المفروض نشخص فرط النشاط تقريبا على عمر 3 سنين، بين 3 و4 كان هيدا الشيء الايديال. وانما اول خطوه بقى تنعمل انه بدنا نروح عند معالج نفسي حركه ونعمل اختبار، يعني ما في شيء ابدا بنقدر نعرفه بلا اختبار، انه هي بنعمل اختبار بنشوف هي عن شو ناتجه هالكثره الحركه اللي عندها اياها، وطبعا بنعمل انترفيو عياديا مع معالج نفسي لحتى نشوف اذا في شيء كان لازم يتم تشخيصه قبل وما شخصناه. بس اكيد كل السبور يعني انواع الرياضه اللي بنفس الوقت هن رياضه وبيشتغلوا على التركيز بيقدروا كثير يساعدوها، مثل السويمينج، السباحه، مثل الجيمناستيك، هيدي امور كثير كثير بتساعدها. اكيد الرقص منيح وبيساعد، زومبا والى اخره، بس انا بقول انه وقتها بيكون عندنا ولد هو اصلا عشوائي بالحركه وعنده فرط حركه، بدي ركز على انواع الرياضه اللي بنفس الوقت بتشتغل على التركيز على جسمه، يعني الرقص مثل الهيب هوب وهول الاشياء بيطلعوا طاقة بس مزبوط. ما بيضبطوا مزبوط. بدي اياه يراقب جسمه اكثر، يسمع جسمه اكثر، بدها تطلع تتعب اخر النهار وتفوت الزومبا لا مزبوط. نروح على اشياء ثانيه. طيب رح نرجع لعندك قبل ما نتابع مع الاتصالات. شو بعد في عنا؟ عم بتقلي بدي اسال عن بنتي داون سيندروم وبتكز على اسنانها كثير بالنهار وبتطلع صوت. بس الداون سيندروم بحد ذاته بحسب دراسات يعني ما في انه علاقه مباشره بين التثلث الصبغي او الداون سيندروم والبروكتيسم، يعني الكز على اسنان. ممكن تشوفي ولد ما بيعاني من داون سيندروم، كمان كثير اولاد بكزوا على اسنان. هلا البروكتيسم او الكز على اسنان اكيد في عامل كثير اساسي فيه هو الستريس اجمالا. اكيد انا بنصحها انه اول شيء يعني تحاول تعالج هيدا الموضوع اذا عم يطلع صوت والى اخره بنهار وهي ما قالت لنا عمرها، قبل ما فكر نفسيا فكر بالعضة وفكر جسديا، جرب ساعدها، لانه بعدين بتخلق مشكله لحالها وبتنزعج البنت، فبتتوجه عند طبيب اسنان واكيد بينعمل جوتيير بتنحات لحتى تساعدها. وبعدين بالدرجه الثانيه بنشتغل على ستريس مانجمنت بحسب عمرها، يعني هون ان كان حالات الغضب ان كان حالات التحكم بالغضب، يعني ما بقدر انا جاوبها بدون ما اعرف قد ايه عمرها، بدون ما اعرف شو ظروف حياتهم، لانه اكيد انه الستريس ممكن انه هو يلعب دور عظيم. انا اتصال، رح نرجع على الاتصالات. الو 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 بونجور. بونجور، مين معي؟ معك غادة، فيني احكي مع مايا؟ تفضلي. يلا اكيد تفضلي، عم بسمعك غادة. بونجور، بليز بدي اسال تهديد الولد وي ممكن انه ياثر عليه سلبا؟ يعني انا ما عندي مشاكل مع اولادي اجمالا ولا فشل ولا شيء، بس بستعمل اسلوب على طول عندي ثلاثه معهم، انه اذا ما بتنام ما بعطيك كندر، اذا ما بعرف انه كثير بستعمل اسلوب التهديد، حتى انه بدي اطفي التي في خلص، اذا ما بتقوم هلا على الدرس ما رح تحضر تي في على يومين، بحس هيدا الاسلوب كثير بيساعدني. بس ما بعرف اذا بياثر على نفسيه الولد سلبا. اوكي، ليكي هو مش قصة تأثر على نفسية الولد، رح اشرح لك شوي شو قصة التهديد. أول شيء نحن وقتها بنهدد الولد، يعني الاستراتيجية التربوية كلها اللي عم نتبعها هي إنه تحت الضغط، أنا يعني الأشياء السلوكية ما عم يعملها الولد غير تحت الضغط، وأنا ما عم بترك للولد وقت تيفكر إنه هو ليش مطلوب منه يعمل هيدا الشيء، وليه هلأ لازم يعمل هيدا الشيء، وبالتالي بيصير وقتها يمكن ما بهدد هو رح يرجع يعمل اللي بده اياه وما رح يلتزم بالقوانين المنزليه. فاذا هيدا اول عامل سلبي بقصه التهديد، انا بدي اترك له وقت، بالعكس يعني انا بدي اعمل افور انه اقول له انه ليش هلا مطلوب منه يطفي التي في، وليه هو افضل يخلص درسه الساعه 6 ما ضل يدرس ل 8. هون بقدر يعني بيتم ادخال عامل ايجابي
انه لانه اذا خلصت الساعه 6 رح تحضر كل بروجراماتك المفضلين ونرجع نفوت ناخذ دوش والى اخره مثلا، او رح نرجع صار طقس حلو هلا نروح ناكل ايس كريم او وات ايفر. فاذا هون بدي ادخل انا عامل ايجابي، هيدي شغله كثير اساسيه. كونسيكونس تكون ايجابيه. مزبوط مزبوط. بعدين اللي بياثر هو علاقتك فيه، يعني وقتها بيكون الجو جو انه التعليمات عم تتوجه دائما للولد بتهديد، صار في نوع من النزاع بينك وبينه، صار في نوع من الخلل بالعلاقه بينك وبينه. فاذا مع الوقت الولد ما بقى انه انا بدي اعمل هيك لانه لازم اعمله بنفس الوقت لانه انا بحب مامي تكون مبسوطه، لا انا بدي اترك له مجال يفكر انه انا بحب مامي تكون مبسوطه، لان مامي بس تكون مبسوطه بيطلع لها وقت، بيطلع لها وقت العب معها، بتحكي معي على رواق، بنبسط انا وياها، بتغمرني، بتبوسني. فاذا وقتها بستعمل التهديد كمان ما بقى عم حفزه تهو يعمل الاشياء اللي الماما بتكون مبسوطه فيها. فاذا بدنا نجرب نتجنب التهديد. هلا بفهمك، الله يخلي لك اياهم ثلاث اولاد، يعني واحد بيكون عنده ولد ولدين وبيكون بالفعل عم يتعب بتوجيه التعليمات خاصة إذا أعمارهم متقاربة، بس بدك تحاولي إنه تفسرينهم شو الأشياء اللي أنت منتظرتيها بشكل إيجابي منهم، أكيد بيكون أفضل. وننظم، يعني ننظم كل شيء يكون جدا منظم خاصة بالقرار تبع فترة بعد الظهر، لأنه عم بتخيل مع ثلاث أولاد إنه تنظيم الدرس، الحمام، هول القضايا دجا وحده بياخد كتير أفور. 100%. رح ناخد اتصال كمان من ريما. ألو ريما، شو ريما زعلت منا؟ ريما مطرناها على الخط، مطرناها كثير لريما. شو بدها نعمل؟ في كثير نطرات. ريما بعدها على الخط بانتظار ترجع. ريما خلينا ناخذ نكفي بالاتصالات أكيد. او بالاسئله اللي عندك لانه الوقت ما بقى كثير. يلا بعد في عندنا سؤال تنشوف اذا في شيء هيك واضح اكثر منه. هون في عندك سؤال، بنتي عمرها 3 سنين كثير الحركه حتى بالصف ما بتقدر تقعد على الكرسي، يا ريت بس تبعتوا لي اسئله هيك تفصلون شوي تخبروني اكثر شو عم بيصير، لانه عن جد ما فينا ننصح هيك. يعني كثير الحركه ما بتقدر تقعد على الكرسي، حتى هيدي الجمله ما يتوقع انه لهم هايبر اكتيفيتي، يعني فرط النشاط له عوارض ومؤشرات محدده، شروط محدده. بعدين 3 سنين بعدها صغيره، يعني 3 سنين بلكي عم تزهق مثلا، بعدنا بعمر انه بدها تعربي، بدها تفوت على المطبخ، بدها تفتح، بدها تعمل اللي بدها اياه، يعني بعدني بعمر الاكتشاف بعمر ال3 سنين. هلا الاهل وقتها بيسالوا سؤال، بيسالوا سؤال لانه هن شايفين انه في شيء عم بيصير بفوق الليفل المسموح فيه او بفوق المستوى اللي عم يقدروا هن يتحملوه. هيدا الشيء ديجا نحن بناخده كمؤشر انه الاهل قاشعين انه يمكن في شيء غلط. فاذا بدي انا تحديد اكثر للاشياء، علما انه بعمر 3 سنين بدنا نتوقع انه الولد بعده عنده صعوبه انه يلتزم بانه يقعد هيك فترات ما أكيد طويله، تركيز على فتره طويله. عنا اتصال، بدنا نرجع ناخذ اتصال. مايا يلا. الو. لا الو. الو صباح الخير. صباح النور فاطمه. معك فاطمه، اهلا وسهلا، تفضلي. بس لو سمحتي بدي احكي مع الدكتوره. اكيد انا عم بسمعك، تفضلي حبيبتي. انا عندي صبي عمره 5 سنين و4 اشهر. هو كان بمدرسه بالكي جي 1 وصاروا يضلوا مكبينه انه بالملعب لانه عنده حركه. فرجعت انا شلته من هيدي المدرسه اكيد، بس عرفت يعني من خلال المعلمه، وحطيته بالمبرات، حطيته بثانويه الكوثر، لانه عملوا له تشخيص نفسي تربوي وتبين انه في ساينز انه هو في حركه بس مش هايبر اكتف. اوكي. ورجع عملنا له وبين بعدين انه في تشتت انتباه بسبب الدباكين، لانه كان في ابيليبسي فعم ياخذ دباكين. اوكي، فضل ما نذكر ادويه، ايه تفضلي قولي لي. حبيبتي، فانا هلا عم حطيت ابني دمج، فضلوا انه نحط هودي السنتين دمج لانه قبل ما كان عم يكتسب شيء ابدا. من وراء تشتت الانتباه وفي مشكله بالذاكره ما كان عم يقدر يكتسب شيء ابدا. أوكي. بس حركته على الوقت كثير عم بتخف عندهم، وحتى عم يعملوا له جلسات حسي حركه علاج انشغالي، وعم يعملوا له علاج نطق، وكثير عم يتحسن عن قبل، يعني حتى حركه صارت تقدر ينضبط، قبل ما كان نعم. في انضباط ابدا. شو سؤالك؟ قولي لي تقدر جاوبك لانه رح يخلص وقت. انا سؤالي انه انا هلا هو محطوط دمج، انه هل هالشيء اللي انا عم بعمله هو المضبوط معه تجاهه؟ اوكي
اوكي تكرم عينك. هلا بشكل عام من خلال القصه اللي خبرتيني اياها اكيد مفروض انه هو ينوضع دمج، اكيد لانه واضح انه عندنا امور صحيه معينه مثل يمكن بذكر داء الصرع لانه الدواء اللي ذكرتيه هو اجمالا لداء الصرع، وممكن حتى امور معينه لها علاقه باوقات اضطرابات غير نفسيه، بتكون اضطرابات دماغيه او جسديه كمان يكون عم بتسبب يعني باضطرابات سلوكيه، يعني اوقات كثره الحركه بتنتج عن شيء ثاني. فاذا هون بكل الاحوال اذا عم نحكي عن مسيره دراسيه مثل اللي خبرتيني اياها اكيد اريح له بكثير تحطي دمج، وهيدا اللي كان هيدا اللي مفروض كنت تعمليه مثل ما عملتي وتكفي بهيدا الموضوع. بس نضلنا متابعين اكيد، خاصه نضلنا متابعين صداقاته غادة، لانه وقتها بيكون في مشاكل من هالنوع اوقات نحن بنخاف مثلا انه اصحابه يتضايقوا منه، ما يعودوا يحبوا يلعبوا معه، اوقات هو بدون قصد بيأذي مش تيأذي، بنكون بشي بنصير بمشكلة لأنه يعني يمكن حركته سريعة أو لأنه نحن عم نشوفه ولد ورش، يعني هون بيصير هو يزعج رفقاته أكثر. إذا بدك أكثر تفاصيل تابعيه على فترة شي شهر شهر ونص، شوفي شو عم بيصير معه وارجع احكينا. مرسي مايا. مرسي غادة. احنا وقتنا خلص، بدنا نعتذر من المشاهدين اللي بعدهم عم بيحاولوا يتصلوا فينا، خلونا ناخذ بريك ونرجع نتابع فقراتنا.